سلام حبيبتي متتبعاتي، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، ومرحبا بكم من جديد. هذا المره البنات، بما اني راني في الغيون تاع السبايغ، حبيت نتكلم لكم على بعض السبايغ اللي خاليه من الامونيا سونز امونياك، واللي يقدروا يستعملوها حتى الحوامل واللي دايرين الكيراتين. نبدا لكم بهذا لاتينت من لوريال كاستينغ كريم غلوس سونز امونياك بدون امونيا. هذه البنات سي تان برودوي دو تري بون كاليتي اللي تغطي الشعر الابيض، فيها انسوا اوميال بالعسل، فيها بزاف لي كولور كيما 603 كاراميل طوندر، كيما المارون ميل 634 بني العسلي، وثاني تشديكم حتى 28 شامبو حتى 28 غسله. خاص حاطين لكم عفوا في لابواط كيفاش تخرج على حساب لاباس تاع شعركم، الا كان في البلون، في البلون فونسي ولا في الشاتان كلير، ولا بري تاعها 11 كاين. هذه كاستينغ ناتشورال غلوس، هذه 90% مكونات تاعها طبيعيه سون امونياك، بدون امونيا تاني. فيها هذه كولور هنايا، فيها كيما شاتان كلير 523 شاتان كلير نوازيت، وكاين هذه منا 723 في البلون اموند. وفي غارني اوليا كاين هذه جديده جايه بدون امونيا وبدون سيليكون، سون سيليكون. هذه البنات جايه نباتيه، تقوم بتفتيح اللون معاهم انسوا فيولي بنفسجي اللي يصحح اللون او يفتح اللون او يصحح هذوك لي غوفلي اللي يكونوا نحاسيين او كما حنا نقولوا برتقاليين. اكليرسيسمون انتنس، فيها زيوت طبيعيه بنسبه 60%، فيها 110 بلون ناتشورال. لو بري تاعها 12 يورو، تاعها لكم 2200 دينار. وكاين هذه لي موالف انا نستعملها اوليا، ما تنشفش الشعر، تغطي مليح الشعر الابيض، ما فيهاش الامونيا سونز امونياك، فيها بزاف لي كولور البنات، فيها البلون ناتوريل، فيها البلون كلير راديو. هذه الصبغه البنات مليحه، تضيف واحد اللمعه للشعر. فيها البلون فونسي بيج اللي تغطي 100% الشعر الابيض وتشد المده مليحه، مده طويله ما تروحش بالخف. فيها شاتان تري كلير سوندري لومينو، وفيها المارون. لو بري تاعها كاين لي 11 يورو، كاين لي 13 يورو، هنايا مغلينها بزاف البنات، تلقوها في لي ماغازان الاخرين حتى 8 يورو ولا 9 يورو. وكاين هذا الصباغه سواشكوف برو كولور، هذه تحتوي على اكتيف ايالورونيك، هذا الصباغه اونتي كاس مضاده للتقصفات، صباغه اللي ترطب وتحمي الشعر. فيها من الداخل ان فلاكون ابليكاتور، فيها اون كابسول دو سيروم اونتي كاس، وفيها ان ساشي دو ماسك سوان فورتيفيون اللي يقوي الشعر. هذه تغطي مليح الشعر الابيض البنات وتشد لكم حتى لتخواسمان. موريكم كيفاش تخرج على حساب لاباس تاع الشعر، الا كان في البلو فرونسي، في الشاتان كلير ولا في الشاتان. هذه الصباغه منا كاراميل، وللاسف البنات تحتوي على الامونيا. لو بري تاعها هنايا حاطينها 10 يورو. وكاين تاني هاد الصباغه البنات هايله من غارني بيل كولور، مكونات تاعها طبيعيه بنسبه 90%، جايه سونز امونياك بدون امونيا. الكوفر 100% لي شوفو بلون، تغطي 100% الشعر الابيض. لو بري تاعها 9 يورو. فيها بزاف لي كولور كيما البلون فونسي ناتوريل. هاد الصباغه البنات تمنح واحد اللون لامع وتشد حتى لويسمان حتى 8 اسابيع. كاين هذه منها في البلون فونسي ناتوريل دوري، بلون كلير سوندري. هاد الصباغه البنات فيها 5 زيوت طبيعيه، زيت جوز الهند، زيت الافوكا، زيت الارغان، وزبده الشيا، وزيت الزيتون. موريلكم كيفاش تخرج على حساب اللون الطبيعي تاع الشعر. فيها البلون تري كلير، فيها البلون تري كلير سوندري، فيها بزاف الوان. كاين هادي كولور منها تاني شاتان ناتوريل، هادي منا شاتان سوندري دوري، وكاين هادي منا فونسي سوندري، وكاين هادي شاتان كلير ناتوريل. وكاين هذه غارني غود كولوراسيون بيرمانونت، راني سبق وهدرت عليها في فيديو لايف في القناه. هذه جايه سانز امونياك بدون امونيا، وتغطي الشعر الابيض بنسبه 100%، جاي معها ان سوا نوريسون مغذي او بور دو كاريتي بزبده الشيا، والمكونات تاعها طبيعيه 90%.
هاد الصباغه البنات تشد لكم حتى لويسمان 8 اسابيع، فيها بزاف لي كولور، فيها شاتان تري كلير، فيها شاتان تري كلير كافي، فيها المارون غلاسي، فيها شاتان فرونسي شوكولا نوار، فيها شاتان فرونسي ميرتي، فيها بزاف لي كولور كما راكم تشوفوا. لو بري تاعها من 12 اورو. كيما هاد الصباغه البنات اكسيلونس، هذه اونتي ريفلي جون وثاني تغطي الشعر الابيض 100%، لكن فيها الامونيا. هاد الصباغه جاي فيها اون كريم كولورونت غنيه بالبروكيراتين، فيها ان شامبو فيولي او بي اش دو اللي ينقي بيلو ثروه الراس، وفيها ان ماسك اونتي ريفلي انديزيرابل، ماسك مضاد للخصلات الغير مرغوب فيها. هذا الماسك يقوم بتصحيح الخصلات البرتقاليه او النحاسيه. هذا الصباغه البنات لو بري تاعها 12 اورو، من 2200 دينار. هذه كانت لا فيديو تاع اليوم على افضل صبغات الشعر اللي تغطي الشعر الابيض 100%، وثاني تشد لكم المده طويله وبدون امونيا. نتمنى لا فيديو تكون عجبتكم، ومع السلامه.